السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في حلقة خاصة من حلقات برنامجكم بالفن نسمو، نقيمها بمناسبة يوم من أيام اللغة العربية سنويا، وهو يوم الشعر العالمي. هذا الحدث الذي نحن الآن نصور حلقتنا فيه هو مهرجان ربيع القوافي في نسخته الثالثة، والذي تقيمه الجمعية الدولية للشعراء العرب هنا في مدينة مرسين التركية. يعني سنلقي إن شاء الله وإياكم النظرة على هذا المهرجان وعلى هذه المناسبة، ونستقبل ضيوفا كراما ليحدثونا عن هذه التظاهرة وهذا المهرجان الذي يقام بشكل سنوي كل عام، ولنسلط الضوء على واحد من أهم الفنون وهو أصل فنون النشيد والغناء، ولا تقوم هذه الفنون بدونه، وهو فن الشعر العربي. ضيفنا لهذا اليوم في القسم الأول من حلقتنا هو الشاعر الأستاذ أيمن الجبلي، مدير هذه التظاهرة وهذه الفعالية. أهلا وسهلا أستاذ أيمن. حياكم الله، وشكرا لهذه التلبية الكريمة، وشكرا لهذا الاهتمام وهذه التغطية. حقيقة هذا واجبنا، يعني نحن جماعة الفن الملتزم أو الإنشاد أو الغناء بشكل عام مدينون بالفضل الأساسي للكلمة، لأنه يعني بدون كلمة جميلة، بدون معاني معبرة، بدون كلمة صادقة، لا يمكن أن نؤدي ما نؤديه من نشيد. فأنتم الأصل أستاذ أيمن. بارك الله بكم. يعني إن كانت الكلمة أصلا حقيقة، فإن اللحن الجميل والإحساس الذي يسكب الشعور الحقيقي في الكلمة، لأن الكلمة وعاء وتحتاج إلى إحساس حقيقي، للأمانة هي التي يعني تصبح كلا متكاملا لتصل فعلا إلى قلوب ونفوس المتلقين وتؤثر. صحيح. يعني الكلمة وحدها يمكن ألا تؤثر، فاللحن حقيقة هو من يؤكد هذا التأثير. صدقت. طبعا احنا اليوم في رحاب الشعر العربي، فسنركز على موضوع الشعر. دائما يعني يتبادر للذهن عندما يسمع الشخص المتابع العادي بأن هناك تظاهرة تتعلق بالشعر العربي، انه هل لا يزال هناك يعني اهتمام بالشعر كشعر؟ فعندما نأتي ونحضر ونسمع القصائد التي تلقى والمعاني الجميلة، نكتشف انه لا، يعني هناك جمهور كبير لا يزال يهتم بالشعر كشعر وليس فقط بالغناء او بكذا. نعم. فيعني حدثنا عن تفاعل الناس مع هذه التظاهرات. الحقيقة كنا نخاف بداية من ذات النقطة، هل ستتقبل الناس هذا الأمر؟ لكن اكتشفنا عندما ظننا في البداية أنها ستكون مغامرة، لكن في الحقيقة اكتشفنا أن الناس في عطش لهذا الأمر ويبحثون عن هذه الفعاليات وهذه التظاهرات، حتى إن بعضهم يسافر من مدينة إلى مدينة ليحضر هذه التفاعل، يعني هذه التظاهرة ويتفاعل مع هذه الكلمة. فهذا يدل على أن الأمر متعلق بالمسؤولين عن هذا الأمر، يعني هم من، دعني أسميه، هم من يستطيعون الرقي أو الهبوط بذائقة الناس. نعم صحيح. طيب هل هذا الموسم الثالث من هذا المهرجان؟ نعم. أين كانت المواسم الماضية؟ الموسم الأول كان في إسطنبول، وهو هي المدينة التي تأسست فيها الجمعية الدولية للشعراء العرب. الموسم الثاني كان على شكل أونلاين بعد انتشار فيروس كورونا والإغلاق. أبت الجمعية الدولية للشعراء العرب أن تلغي الموسم الثاني فأقامته إلكترونيا. جميل. وهذا الموسم الثالث هنا في ربيع مرسين، لعله يتكلل بالنجاح إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. نحن طبعا حضرنا يعني بعض الفعاليات التي أقيمت بهذا المهرجان وهذه المناسبة. كان هناك قصائد جميلة، طبعا سنعرض للمشاهدين بعض هذه الفقرات إن شاء الله، وكان هناك أيضا مشاركة إنشادية. يعني ما سر مزج النشيد أو حضور المنشدين أو الفنانين الملتزمين في تظاهرة شعرية فعليا؟ تماما. كيف هي رؤيتكم كجمعية لهذا الموضوع؟ نحن نرى هو أيضا مزجنا الإنشاد ومزجنا أيضا الشكل المحاضرة. نريد أن نوصل فكرة للجمهور أن الشعر ليس هو مجرد قصيدة، إنما هو يصلح أن يكون مادة علمية محاضرة، ويصلح أن يكون مادة فنية عن طريق الإنشاد الهادف والملتزم والذي يترك أجمل الأثر في نفوس الناس. القصيدة ربما لا يسمعها الطفل، ربما لا يحضر الطفل هذه التظاهرات، لكن الأنشودة تصله حيث يكون، تصله إلى البيت، تصله في عمله، فسيستمع إلى هذه الكلمات ويتأثر معها ويتفاعل. لذلك هذا المزج لنوصل للناس فكرة أنهما جسم واحد لا ينفصلان.
صحيح. طيب أستاذ أيمن، نحن سنعرض للمشاهدين الآن جزء من الفعاليات الإنشادية التي حدثت. نعم. كان يعني ضيوف هذا المهرجان الفنان مالك نور والأستاذ عمار صرصر وحديثكم الفقير إلى الله والفنان محمد كندو وبعض الأخوة المنشدين. فإن شاء الله سنخرج إلى فاصل صغير نشاهد من خلاله معرض مقطع من هذه المشاركات ونعود لكم بإذن الله. حياكم الله. سائل موصلكم جمعت شتاتي ولمعة طيفكم مصباح ذاتي، وليس بغيركم تحلو حياتي، وآيات الغرام البينات شذاكم في الرياح الساريات. بكم لهواكم كم نستعين، وكل الصعب عندكم يهون، وقلبي بالوداد لكم يدينوا أحبتنا وحفظ الود دينوا ونحن على العهود السالفات.
استاذ ايمن، تابعنا وجود شعراء من جنسيات متعدده في المهرجان، يعني لاحظت ما شاء الله وجود عدد كبير من الجنسيات، فتقريبا كم جنسيه شاركت في المهرجان؟ والله بالنسبه لانشطه الجمعيه الدوليه للشعراء العرب هي تحرص دائما ان تلتزم بكلمه العرب في مسماها، فدائما هناك جنسيات من انحاء الوطن العربي. لا اريد ان اسأل جنسيه، لكن ساذكر على سبيل الذكر وليس الحصر الجزائر، ليبيا، السودان، واليمن، وفلسطين، والعراق، ومن سوريا. ما شاء الله. كان هناك محاضرة لرئيس الجمعية الشاعر ما شاء الله المثن الدكتور أنس الدغيم. ما شاء الله. نعم. كانت محاضرة مؤثرة جدا، أنا شخصيا صراحة تأثرت جدا بالمحاضرة. القاعة كلها تأثرت. نعم، يعني هو عندما يتكلم عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبدع أستاذ أنس. نعم شاء الله. صحيح. فكرة أن يكون هناك محاضرة ضمن مهرجان شعري، يعني كيف ظهرت هذه الفكرة؟ وفعلا كانت جميلة وملفتة للنظر. نعم. بالنسبة للشعر هناك مقاصد ما وراء الكلمة، هذه المقاصد تعرف بالدراسة أو بما يسمى بالنقد، والنقد يعتمد على المقارنات واستقصاء مقاصد الشعراء حول موضوع معين، ولا أجمل من موضوع المديح النبوي. وإذا كنا نتحدث عن المديح النبوي في العصر الحديث فلا بد أن نذكر الدكتور أنس الدغيم حقيقة. صحيح. هو وحبه الصادق والذي يظهر في تعابير وجهه وفي طبقات صوته، وما شاء الله كما شاهدتم وشاهد الجمهور هو لا يقرأ من ورقة ولا يقرأ من هاتف، يقرأ من قلبه. يقرأ من قلبه، ما شاء الله عليك. يا سلام، فعلا يقرأ من قلبه بسلاسة ودون انقطاع. نعم. يعني وكأنه يغرف من بحر، ما شاء الله. فهذا ترك أثرا كبيرا، وأظنك لاحظت أستاذ عمار كيف عمت السكينة المكان. فعلا. وكأننا انتقلنا من مهرجان شعري إلى درس روحي، فكان له أثر كبير. ويساعد هذا ربما غير المهتم بالشعر أن يبدأ بالاهتمام ويبحث حول الشعر ومقاصده. نعم، طبعا هو في محاضرته تكلم عن تاريخ مديح النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر العربي. نعم. من الشعراء الأوائل الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر يعني بطريقه وصل إلى العصر الحديث وشاعر شوقي وغيره من الشعراء. نعم. نستعرض مقطعا من هذه المحاضرة ونتابع بعدها حوارنا إن شاء الله. كل التحية لهذه الرموز التي ما تزال تشحننا بالطاقة لكي نواصل مسيرة هذه الحياة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوفي على واحدة من شمائله كافية لتشتمل على عشرها من ناحيتين، والنواحي كثيرة ولكن أختصر. كل الذين كتبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم افتخروا بكتابتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل مادح كان يرى أنه أحرز عند ممدوحه يدا إلا مادح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجد أن رسول الله هو من تفضل عليه بأن أتاح له مدحا. أنا ما مدحت محمدا بقصائدي، لكن مدحت قصائدي لمحمد. ثم هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية أن الذين كتبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا حباً وكتبوا انتساباً، يعني ليبرهنوا أنهم ينتسبون إلى أمة منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلاً الشاعر القروي وهو مسيحي أيضاً، رشيد سليم الخوري، عندما دعي في سان باولو في البرازيل إلى حضور حفل بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: عيد البرية عيد المولد النبوي، في المشرقين له والمغربين دوي، يا فاتح الأرض طوفت في أرض الأعاجم ثم في أرض العرب، لم ألق فيها المصطفى ولك المخيف أبا لهب. هواك وفي رضاك وعليه خاتم حبك الغالي فليس به سواك. أيها الإخوة، اكتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولوا لمن يعيركم بهذا الحب: عيروني بأنني حين أهوى أخلع القلب للحبيب والروح الذي أحب حمامة، حينما ظللتك غيمة عطر
كنت في ركبك الشريف غلاما، كنت أسقي عنابل الشعر، عيروني بأنني حين أهوى أخلع القلب للحبيب وياما، وبأني أطير من عش روحي نحو روحي الذي أحب. وأنا من أنا وما كنت كعبا لأصوغ الهوى. أستاذ دائما في نهاية اليوم الأول كنتم يعني توقعون على ديوانكم وتودونه للحضور مشكورين، حدثنا عن هذا الديوان وحبذا لو تقرأ لنا شيء من قصائده أو من قصائدك بشكل عام. نعم، الديوان هي المجموعة الشعرية الأولى لي والتي طبعت منذ العام تقريبا. نعم. بعنوان العابرون على عتبات وطن. طبعا طبع على نفقة منظمة يجب أن أشكرها، منظمة الرواد للتعاون والتنمية، هي تكفلت بطبعته وتوزيعه مجانا بشرط أن تكون كل القصائد فيه لغرض الثورة. جميل. السورية. ففعلا كانت كل القصائد فيه لغرض الثورة إلا قصيدتين أو ثلاثة في المدح النبوي، لم يحوي أي غرض شعري آخر، وهو يوزع مجانا ولا يباع ضمن المكاتب. وبالأمس حقيقة هي كانت الدفعة الأولى التي توزع في مرسين، الدفعة الأولى وزعت في سوريا في الشمال السوري، والدفعة الثانية في مدينة غازي عنتاب اللي هي مقر المنظمة. نعم. والدفعة الثالثة وزعت هنا بالأمس، وكان لي الشرف أن تكونوا حاضرين. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. حابين نسمع شيء من أشعارك الجميلة. طيب، ما بدنا يطغى الجانب الإداري على الحوار. الله يبارك فيك يا رب. والله الشعر كما يقال هو يعني ترجمان الأحاسيس. نعم. فأحب أن أقرأ قصيدة كتبتها فعلا ترجمة لحالة شعورية في وقتها. أقول: رهبا إليك لجأت من أحمالي، وقطعت إلا عنك أنت حبالي، وعلمت أني ما تعلقت السوى إلا وعدت بخيبة الآمال، متجردا عما أروم وأرتجي، عن صحبة وقرابة وعيالي، عن كل أحلام أضعت لأجلها عمرا يكافئني بسوء الحال، أمضي ويخجلني ادعائي أنني سأترجم الأقوال بالأفعال. الآن أدركت المسافة بينما يعنيه يا موسى وما في بالي، وأتيت أبكي عند بابك قائلا: أنا يا مجيب السؤال كل سؤالي. الله الله الله، جميلة جدا. الله يبارك فيك يا رب. أستاذ أيمن، الجانب الغنائي من الشعر، يعني أنا دائما أقول أن هناك حاجة إلى كتابة كلمات تغنى. نعم. فهل تركزون على هذا الجانب؟ وهل يعني الشعراء بشكل عام، يعني عندما نتكلم عن شاعر يلقي قصائده عادة تكون قصائد شعر عامودي مثلا، جزلة، الأبحر الطويلة اللي فيها مثلا سباكة وهكذا، فهل تركزون على كتابة الشعر المغنى؟ بالنسبة لي أنا أولي هذا الجانب اهتماما كبيرا، لكن دعني أنوه إلى أمر. يظن البعض أن كتابة القصيدة العامودية تحديدا هي أصعب أنواع كتابة الشعر، وأنا أقول أن الشعر الغنائي لا يقل صعوبة عن كتابة الشعر العمودي على الأبحر. أكيد. كاملة، لأنه يحتاج إلى جملة موسيقية، لا أقول متخصصة ولكن شبه متخصصة. صحيح. يعني تحتاج من الشاعر الذي يكتب غنائيا أن يكون صاحب أذن موسيقية. صحيح. أنت تعلم أكثر من غيرك، ما شاء الله الصوت الجميل، بعض الكلمات لا تصلح للألحان. قلت أكيد. فيجب أن يكون ثريا بهذه الألفاظ السهلة موسيقيا والتي تؤدي المعنى، وهذا ليس سهلا. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن شعر الأطفال مثلا، يظن البعض أن شعر الأطفال يكتبه الشاعر تسليا، من أصعب أنواع الشعر، لأنك تريد أن توصل فكرة عظيمة بلغة بسيطة. صحيح. هي لغة الطفل وأنت لست طفلا، يعني أنت وكأنك تستعمل مجموعة صغيرة جدا من كلمات اللغة. بالضبط. بينما بالضبط. في الشعر العادي أنت اللغة كلها بين يديك. تماما. والقصيدة العمودية الشطر الأول والشطر الثاني والقافية الموحدة، أما في الشعر المغنى تحتاج إلى أكثر من قافية، إلى تعداد في الأشطر، إلى بيت مدور، فهذا يحتاج إلى علم حقيقة، يحتاج إلى تمرس، ولا يستطيع الشاعر أن يكتب من أول مرة قصيدة تصلح لأن تغنى. صحيح. بالمناسبة كثيراً نحن كمنشدين يعني ندقق على هذا الموضوع، أحياناً تأتينا كلمات فنجلس مع الشاعر، هذه الكلمة صعبة، هذا الحرف لا يمد مثلاً أثناء الغناء، أنت تعرف. نعم. موضوع التغني والمد بالضبط. وكذا واللحن، ففعلاً هذا الموضوع جداً مهم. أقول دائماً أن الأنشودة أو الأغنية يجب تسميتها مشروع. صحيح. يجب أن يلتقي الشاعر بالملحن بالمطرب. صحيح. أو المنشد،
ويتدارسون الأمر كله ويعد المكان ما يلزم التعديل. جميل جميل جدا أستاذ أيمن، أشكرك على هذا الحوار الجميل اللطيف، أتمنى أن يكون أطول، وإن شاء الله يعني سنفرد بإذن الله للشعر وللشعراء مساحة أكبر في برنامجنا، لأنه نحن بحاجة دائما أن نسلط الضوء على هذا الفن الأصيل وعلى كما ذكرنا صاحب الفضل الأول فيما ننشده وما نقدمه للجمهور. الله يبارك فيكم، شكرا لاهتمامكم. الله يبارك فيكم وشكرا مجددا لدعوتكم الكريمة. نخرج إلى فاصل ونعود لنتابع حوارنا مع ضيف من ضيوف هذا المهرجان، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في النصف الثاني من حلقتنا، والذي سنستقبل فيه شاعرا من الشعراء المميزين الذين شاركوا في التظاهرة التي نحن الآن في ضيافتها، مهرجان ربيع القوافي 3. رحبوا معي بالأستاذ كمال فريح. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم أستاذ كمال، عرفنا عن نفسك في يعني في كلمات بسيطة. اسمي كمال فريح، سوري من مدينة دير الزور، مقيم في مدينة مرعش. نعم، يعني قدمت إلى هنا منذ 2015 والآن أقيم هناك والحمد لله. الله يفتح عليكم يا رب. أهلا وسهلا. تميزتم مبارح في اليوم الأول من أيام المهرجان بالخماسيات والأشعار الجميلة التي ألقيتموها، وفعلا أثارت اهتمام الجمهور وتفاعل معه بشكل كبير. حدثنا عن هذا اللون الشعري الجميل. يعني حقيقة الشعر العربي بكل ألوانه بكل أنواعه هو شعر جميل ويجذب الانتباه، ولكن هذا النوع الذي قرأنا منه بالأمس هو لون جديد على الجمهور بشكل فصيح. قدمنا بالأمس لونين، اللون الأول هو التخميسات وهو معروف وهو شعر الأولياء، يعني التخميس هو شعر راقي جدا وله باع طويل، قد يكون الآن في إقلال ولكن هو شعر قديم وموجود، ولكن عملنا على إعادة هذا اللون لأنه جميل. وهذا الشعر اللي هو التخميس يتميز بشيء، يعني أنت لابد أن تعرف لمن تخمس، لمن تنتقي القصيدة، لأن روح الشاعر الأساسي الذي تخمس له القصيدة سوف تسري في كل الشعر. فعندما تخمس لشاعر كبير من الأولياء من الصالحين لابد أن ينتشر هذا العطر الذي في القصيدة الأساسية فيسري على الشعر جميل، وحقيقة بسبب الموسيقى الموجودة فيه يجذب الانتباه ويجذب القلوب. طيب يعني فكرة التخميس، يعني هي مثلا ممكن تعطينا مثال على قصيدة مثلا كيف خمست عليها؟ طبعا الأمثلة كثيرة، ويعني الشعراء الكبار الأولياء أكثر شيء هم من اختص وخمس بهذا المجال، يعني مثل السيد الرواس رضي الله عنه، مثل الشيخ الإمام عبد الغني النابلسي، الغوث أبو مدين، يعني هؤلاء أولياء كبار وشعراء. جميل. يعني حاولنا أن نكون على قدمهم في هذا المجال. أي نعم. ما شاء الله. أي وهذا يعني أكثر من أخذ به شعراء التصوف الذين سلكوا هذا المسلك. جميل. أي نعم. طب يا ريت تسمعنا شيء. أي تكرم عيونك. أهلا وسهلا. جميل. يعني بدأت هذا الديوان بتخميسة على قصيدة. من هذا الديوان اسمه حج قلبي، وهو ديوان في التصوف، يعني ديوان يتكلم عن المحبة النبوية عليه أفضل الصلاة والسلام والتصوف. طبعا تخميس القصيدة الحجرية، القصيدة الأساسية هي للسلطان عبد الحميد الأول رحمه الله، خمست عليها ومن أروع ما قيل في مدحه صلى الله عليه وسلم. أقول فيها: أفديك بالروح والأهلين والولد، عساي أحظى بيوم الحشر بالمدد، أقول للمصطفى والشوق في كبدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألوي على أحد.
يا سيدي يا رسول الله يا أملي، ماذا أقول بوصف فيك في جملي؟ يا سر كل نبي مرسل، وولي كل شفيعا إلى الرحمن، من زللي ومن علي بما لا كان في خلدي. لا ضير إن قال مشغوف بكم مددا، إذا تطاير منه الحب واتقدا، يا من شفاعته للكل قد وعدا، عليك أزكى صلاة لم تزل أبدا، مع السلام بلا حصر ولا عدد. صلى الله عليه وسلم. يعني القصيدة الأساسية التي تم التخميس عليها هي من الروائع حقيقة، وقيلت في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يفوح منها. ما شاء الله. إيه والله. نعم. أنتم مهتمون بالشعر الصوفي؟ طبعاً الشعر الصوفي. نعم. نعم. الشعر الصوفي بحكم انتمائي للطريقة الشاذلية القادرية، والشيخها الشيخ أحمد فتح الله الجامي. نعم. في مدينة مرعش. ما شاء الله. نعم. طيب هذا الشعر هل هو من الشعر الذي يغنى بسهولة، اللي يمكن تلحينه؟ طبعاً. 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 لا شك. طبعاً. طبعا يعني كما مثلا تعرفون جنابكم، في كل طرق التصوف يوجد النشيد. نعم. النشيد وهو ترويح عن القلوب والنفس وتذكير، وكما سمعنا من الصالحين هو لون من ألوان الإرشاد. نعم. لأن شعراء التصوف بشكل عام ما قالوا هذا الشعر من أجل الغناء ولا قالوه من أجل الطرب. يعني كما سمعنا منهم لا مانع من الطرب، ولكن أن يكون مع الله جل وعلا. فهذا الشعر كله قالوه في الإرشاد. جميل. جميل. فمنه تشد الهمم إلى الله سبحانه وتعالى، التذكير بالله جل وعلا، التذكير بالذكر، بالصلاة على سيدنا النبي، يعني فيه إحياء للقلوب بشكل عام وعلى الشريعة. ما شاء الله. نعم. طيب نحن الآن نخرج لنشاهد فقرة من فقرات الشعراء الذين شاركوا في المهرجان. نعم. نعرضها على مشاهدينا الكرام، ونعود إن شاء الله لنتابع. نعم. الحوار معكم. أبجدية من مقام الكرد، أمر بفيض الرؤى كالنوارس في سفر حزني، وألفظ شوقي أمام الشواطئ كالطفل حين يراوغ دهشتنا بالتلالي. أمر بريئا وأرسو مسرى المعاني ذئابا، تخاف جنوح المكائد قمصانا هتفوا، يا هبات الجبال ويا وحي كل الوحوش بزيف الظلال. أمر وحيدا وأبكي وبعثر أصداف سري على الرمل، يا ريح إني ربيب الصبا والجبال، فهبي لينبرج الصوت أوضح من شهقة الشمس عند الشروق وعند الزوال. أمر حزينا لتنمو احتمالات صوتي على أمل بالخلاص، لأطعم أفراغ حلمي سلاما، يبث الحقيقة في حدث نار، يبث الحقيقة في حدث نار، تهجد قاموسنا في حناجر كل طير ونجم وبحر وغيم وموت وقدر وحرب وسلم وظلم وعدل، ترتل الريح كرد المقالي. أمر شريدا وأصبح نايا، يفسر معنى اكتمال الخراب بعيني، يفسر صوت البلاد على هادس الأهل حين تشرقت جهات الحياة أمامي. أمر كما مررت الآن عندما غادر الحشد القاع، أمر جريحا وأبتل بالطاعنين دمي كي أقول خذوا ما شئتم، كي أقول خذوا من حياتي
يقينا تبين عن فكرة في خواب العطاش. خذوا فطرة الخوف مني وكونوا كهدي الندى في عيون الصباح لأنسى ارتعاشي. أمر وأحمل عن كاهل الأنس ما فاض عنه وأحيا أمام حصاد الحقيقة حين يقول الرواة لنا في الحياة نشيد يمكن أسماءنا للسفوح وللماء يمتحن الأرض فينا فتلمس لنا في الحياة نشيد يلقن أسماءنا للسفوح وللماء يمتحن الأرض فينا فتلم السنابل في غدنا. درويش على باب السلام، وهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك الفجر للمستهزئين الهوازع، ولي منك يا ابن الأكرمين المطالع، ولي نقر عصفور على غير موعد مع الحب، لكن بيدر الحب خادع على ريشه الفضي موال حنطة، وحرف كثير الحب حرف مبايع. أنا ذلك العصفور طير ريشه إلى بابك العالي هوى لا يدافع. أتيتك من تلقاء أمسي وحاضري ثقيل الخطى، فالخطو عاص وطائع. حملت على عكازة الشوق لهفتي وقلبا صغيرا قد أبته المراضع. فما كل من زارت حمانا حليمة، ولا كل من يصغي لشكواي سامع. يضيق علي الشعر صوتا وصورة، فآتيك من ضيقي لأنك شاسع. يضيق علي الشعر صوتا وصورة، فآتيك من ضيقي لأنك شاسع. أترجم قلبي مرتين وأربعا فتلغو وأمحو ثم تلغو الأصابع. ويا ما أسر القلب وجدا، وما درى إذا كنت من يهواه فالسر ذائع. أحمل ظهري ما أطيق من الهوى وما لا، فما عندي وعندي مواجع. وحيد على باب السلام وواحد وأكثر مني، إنني بك واسع. أقدم رجلا ثم أرجع أختها، أنا يا أبا الزهراء آت وراجع. أحمل ظهري ما أطيق من الهوى وما لا، فما عندي وعندي مواجع. وحيد على باب السلام وواحد وأكثر مني، إنني بك واسع. أقدم رجلا ثم أرجع أختها، أنا يا أبا الزهراء آت وراجع. فأمشي ولا أمشي، وصلت ولم أصل، كأني وما غيري هنا أتدافع. أمامك مكسورا وأحمل قامتي، فلا أنا محمول ولا أنا واقع. وجدت هنا نفسي لأني أضعتها زمانا بعيدا عنك، فالكل ضائع. كأني هنا كعب وبانت سعاده، وما بان عني طيفك المتتابع.
فيا ابن التي كان القديد إدامها وتشرب من كفيه تروى طلائع وقالوا نبي ثم يخصف نعله وسيد أخلاق الرجال التواضع. وقالوا نبي ثم يخصف نعله وسيد أخلاق الرجال التواضع. وقالوا يتيم، قلت والحسن هكذا. وقالوا فقير، قلت لله بائع. لقد حمل الدنيا على كف قلبه وصارع كي نحيا الذي لا يصارع. يعاتبني في الحب من لم يبت له على أرق أو هيجته السواجع. وإن أقل الحب جفن مسهد وقلب على جمر الغضا ومدامع. لأنك في قلبي نبي وجنة فحرفي محراب ونصي جامع. أحبك يا خبز الدراويش، أحبك يا خبز الدراويش، إذ أنا على الباب درويش وإذ أنا جائع. لقد قيل لي عنك الكثير وقيل لي وأرجى الذي قد قيل أنك شافع. رزقت من الشعر الجميل عرائسا بمدحك، يا حظ الذي لا ينازع. فأروع شعر قيل شعر رضيته، فإن ترضى عن شعري فكم أنا رائع. أستاذ كمال، في لون آخر قدمته أنت أيضا كان لون جميل، كان فيه يعني استعمال نفس الكلمة بعدة معاني. نعم. لو تحدثنا عن هذا اللون الشعري المميز واللي فعلا لاقى يعني استمتاع من الجمهور. صحيح. هذا اللون حقيقة هو موجود في العراق وفي وادي الفرات في منطقة دير الزور وكل هذه المناطق. وهذا اللون يسمى بالعامية الأبوذية. وهي عامية حقيقة. نعم. وأيضا قيلت في المدائح كثيرا وأنشدوها المنشدون باللهجة العامية. ومن هذه الأمثلة: حلو اسمك على لساني وعيدة، وفرحتي قربي وياكم وعيدة، سألت الله يجمعنا بعيدة، شبير وفتحت مكة البواب. هذا كثير موجود، هذه الأبوذية العراقية. نعم. والفراتية بشكل أعم، ولكن حاولنا أن ندخل هذا الفن بالشعر الفصيح. جميل. إيه؟ لأنه حتى العامية هي شعر موزون على البحر الوافر وتنتهي بقافية الإية الياء. إيه؟ نعم، في تنتهي بقافية الباء، ولكن هذه متخصصة قافية الإية. نعم. فكتبنا على هذه الأبوذية الفصيحة يعني كثير، وقلنا بالأمس، ولاقت يعني حقيقة سرور من يعني مستمعين. نعم. وفرحوا بها وصار تفاعل والله عجيب الحمد لله. بالمناسبة قبل أن تقول لنا مثالاً. نعم. عنها يعني أنا لمست هذا الموضوع، يعني تفاعل الناس مع الشعر مختلف، ليست كل أنواع الشعر لها نفس الوقع عند. نعم. الجمهور، فهذا كان من الألوان الجميلة التي. نعم. تفاعل معها الجمهور بشكل يعني حتى بدأوا يتوقعون الكلمة، فشعروا. نعم. أنهم يشاركون الشاعر. صحيح. في إلقاء. نعم. القصيدة. نعم. فلو تعطينا مثالا على هذه. أهلا وسهلا. أيضا أفرزنا في هذا الديوان بابا أسميناه الأبوذية الفصيحة. جميل. أقول لكم بعض النماذج: متى عيني على عجل تراكم، وحال الشوق في قلبي تراكم. الله. فكم في شرع من يهوى ترى كم يباح الصبر للمهج الشجية. جميل. اهل يرضيكم ويا قوم بعدي، وطيف خيالكم قبلي وبعدي، اعد النجم لا يدري بعدي سوى من هام في ذاك المحيى. الله. اعيد الوصل يا ليلى وجودي،
ليثبت في الغرام بكم وجودي فحسني من تجليكم وجودي وكم أبدو بطلعتكم بهية. نعم زدنا. هوى الأحباب أوقعني بحيرة، سكبت عليهم دمعي بحيرة، كما ثبت اليقين لدى بحيرة، يقيني حبهم فرض علي. الله الله. زلال حبهم صاف وسادة، فأهل الله قادات وسادة، وسادة وكف جنابهم تحلو وسادة لخدي كي أنام بها هنية. جميل جميل جميل. يعني هذا نعم شيء مما لون نعم مميز. هذا لون، وأني أكرر نفس النقطة، يعني ما نعم يميزه هو أننا نشعر أننا نستطيع أن نشارك الشاعر صحيح في قصيدته، نعم لأنه نتوقع ما الذي سيقوله نعم بسبب استعمال نفس الكلمة ولكن بإشكال نعم صحيح نعم. جميل جدا. في عجالة قبل أن ننهي حلقتنا، أريد أن تحدثنا عن تجربة مشاركتك في هذا المهرجان وأهمية وجود مهرجان دوري يعني يقام بشكل متكرر كل عام على صناعة الشعر وعلى تقبل الجمهور للشعر العربي. نعم، حقيقة هذا المهرجان الذي يعني أقيم هو عبارة عن سلسلة مترابطة لعدة مهرجانات تقيمها الجمعية الدولية للشعراء العرب. يعني هم مجموعة شبابية تكاتفوا واستطاعوا بالنحت على الصخر من خوض تجربة، والحمد لله لاقت استجابة وجمهور لم نكن نتوقع إقبال على هذا العمل، وهي سلسلة لعدة مهرجانات أقيمت. يعني شرفني الله بأن حضرت معهم عدة مهرجانات في إسطنبول، مرسين، أنسام الجنوب، وقد آتت أكلها حقيقة. ولا بد في هذا الظرف من الهجرة والبعاد واللغة الثانية بالمحافظة على هويتنا ولغتنا. يعني أنا اليوم أي واحد من الجمهور تسأله ما الذي أتى بك لحضور مثل هذه الفعالية، حتى ولو كان شيء من الوقت قد يؤخذ منك وأنت في عملك، فيقول لك يا أخي نحن بحاجة إلى لون الشعر، إلى الثقافة، إلى الأدب، نتعرف. يعني حقيقة شيء جميل ومميز، ونسأل الله جل وعلا بحرمة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيدهم ويسدد خطاهم. آمين يا رب. لا شك بأنه يعني هم أو أنتم لنقل جميعا تقدمون هذا العطاء الكبير والمميز، وفعلا يعني أنا صرت حاضر هذا ثاني مهرجان واستمتعت جدا، وأدعوكم حقيقة أن تقدموا هذا الشعر الجميل وهذا الكنوز، هذه الكنوز التي تملكونها للجمهور عبر السوشيال ميديا. يعني تواجدوا في السوشيال ميديا، نحن بحاجة لهذا المحتوى الجميل أكثر وأكثر حتى تتذوقه الناس، حتى نعود بالذائقة الفنية للناس وللمستمعين إلى الأصل وإلى الوضع السليم الذي كان عليه العرب سابقا. يعني في الحقيقة كما يقولون التصفيق بيد واحدة لا يمكن، نتعاون لابد من التعاون. نعم. و يعني الأخذ بيد بعض، فجنابكم يعني من خلال قناتكم لكم الشكر جزيلا، أيضا أنتم يعني تعتبرون يد ومساعدة من خلال نقل ما يحدث وإيصال. يعني أنتم عبارة عن قناة، ليست قناة تلفزيوني فحسب، أنتم عبارة عن قناة وصلة وصل صحيح. تصل إلى جمهور كثير ويصبحون على اطلاع بما يحصل في كل العالم. جزاكم الله خيرا وبارك بكم وفتح عليكم. هذا أقل ما يمكن أن نقدمه نعم لشعرنا العربي ولغتنا العربية العظيمة. أشكرك نعم أستاذ كمال على هذه الدقائق التي أكرمتنا بها بهذا اللقاء الجميل، وأترك الجمهور يشاهدون بعض فقرات المهرجان، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حلقة جديدة وضيف جديد. السلام عليكم ورحمة الله. تبكي دمشقا إذ طوى إرثها المجيد، يا نزار الحروب تبكي دمشقا إذ طوى إرثها المجيد. أنا ابن جرحك قلبي شاهد، وله أن يحفظ العهد لا أن يخذل الذمة. إن الأعاريب الذين يثيرهم داعي الحمية في المآزل بادوا. ما أرجو من العيش بعدما تركت فؤادي اللذين ورائيا، تركتهما و
والأرض من عبراتنا كمثل معين سالت الأرض وادية. لا تخش أن تلج الخطر، فالموت في كف القدر. نحن البناة لما مضى، نحن الزمان المنتظر. جمعوا علي الرأي ثم تعاهدوا أن يطرحوني في الغيابة جهدا، لأنك في قلبي نبي وجنة، فحرفي محراب ونصي جاه. وقد سمعوا شعري يناجيها، من ذي فقد سبحت أفكارنا فيها. الروح تبكي على من جاء في حلم، والقلب في حيرة في الصدر قد رقدا. لها من دار أحبابي يقول، فتزهر في حدائقنا ورود إذا سقيت بالماء العشية. قل لي إلى أي وجوه تميل، ولأي عين إن نظرت تطيل، وقل لي هل الأشعار تبغي أم قلادة أنجم؟ وارتضي من بعد موتك راحة أشهى خلودا في سماوات التعب. وكم لي صديق للطيور المهاجرة بلا وطن كل البلاد تعيش به، وكم لي صديق للطيور المهاجرة، ومن يسكن المنفى تنام عيونه وتبقى المآسي والنوائب ساهرة. يا عيد إن ربوع الشام موعدنا، خبئ لها فرحا بالنصر يكتمل.